يا رب اتمنى لك كل التوفيق يا حسن. انا بشكرك جدا على وجودك معانا. انا بس هدي لك تيشيرت النادي الاهلي، ميرسي لان جدا. تيشيرت النادي الاهلي بالنسبه لنا. شكرا يا حسين. ميرسي حبيبي. شكرا حبيبي. هو جاب لي بقى، انا يعني جايب لك بقى، برضه ان حسن جايب لك تيشيرت المقاولين بقى، المقاولين العرب. حبيبي يا كابتن اسلام. ايوه وده طبعا تيشيرت النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا حسن. كابتن اسلام والله العظيم ميرسي يا حبيبي. سعيد وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده، وده تقدير حاجه بسيطه جدا جدا، ولكن تيشيرت النادي الاهلي بالنسبه لنا هو اغلى حاجه طبعا. فعشان كده انا بديهولك هو تقديرا لمشوارك الكبير في كره القدم والنموذج الرائع اللي احنا كنت معانا بيه بهذا الشكل الرائع يعني، وده هدفنا دايما في البيت الكبير. انا بشكر حضرتك. انا اللي بشكرك جدا. بشكر حضرتك. والبيت الكبير فعلا اسم على مسمى، وانا برضو زي ما تيشيرت النادي الاهلي غالي، تيشيرت المقاولين عندي غالي جدا جدا طبعًا. برضو بحترم بيتي جدا، ومعنى ان انت بتدعوني او قناه الاهلي بتدعوني ده شرف كبير جدا ليا. ده يدل على الحياديه، يدل ان انت تدعو لاعب من فريق تاني، بيدل على الحياديه بشكل طبعًا. كبير جدا. وانا بفتخر بالنادي اللي انا متواجد فيه، نادي المقاولين العرب، وفخور ان انا في قناه النادي الاهلي النهارده، وبشكرك على الاستضافه وحسن الاستضافه. انا اللي بشكرك جدا، وسعيد جدا بهذا النموذج الرائع. شكرا حسن على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام. اتفضل. شرفت اهو حبيبي. متشكر جدا. متشكر جدا جنب بعض علشان ايه طبعا علاقات رائعه الحقيقه ما بين النادي الاهلي والمقاولون العرب. دائما يظل النادي الاهلي هو بيتنا، البيت الكبير.